في نوعين من العمل الإنساني، نوع أوفيشل رسمي بيدخل بجمعية فيها موظفين وفيها هرمية كبيرة وفيها شغل 24 ساعة، وفي نوع تاني اللي هو مبادرات فردية صغيرة. مبادرات الفردية الصغيرة بصراحة طول عمرنا بنعملها وما بنتكلم عنها، لأنه في مثل بيقول بإيدك اليمين مش لازم تعرفوا إيدك شمال. هذه مبادرات فردية صغيرة عائلية على صعيد صغير. لما بيصير الموضوع على شكل جمعية كبيرة ما بقى فيك تخبي شو عم تعملي. نحن عندنا 2000 طفل في لبنان، 2000 طفل من الشمال لجنوب بيتعلموا مجانا، فما فيك تخبي 2000 طفل، بالعكس لازم تحكي بالأسامي شو عملتي لل2000 طفل وقديش ساعدتي لحتى تقدري تستمري بحياتك، وإلا خليكي بالبيت وما تتكلم عن هالمواضيع. تكريم فخور فيه، بتمنى لهم الخير، إن شاء الله وقفتي حدهم تكون أدت لنتيجة كويسة ومثمرة، بتمنى لهم كل التوفيق وبشكرهم. أنا إلي 14 سنة بشركات تدعم المواهب، وأنا أصلاً كل اللي بتعامل معهم بحياتي الفنية تقريباً بيكونوا ناس مبلشين جديد بالفن، بيفكروني بنفسي لما أنا بلشت بالفن وكنت ناطر ومستني حدا يدعمني ويساعدني، فأتمنى لهم الخير. بلد حبيب وقريب، وصار عندي عائلات وخيات وأصحاب. تعرفي ما بيكون عندك معطيات ملموسة ليش بتحبي البلد عادة وأهله، ما عندك معطيات غير أنه أنا بسافر على البلدان العربية وبلاقي ترحيب كبير من الجمهور العربي ومحبة من الجمهور العربي، بس سبحان الله في حدا هيك بيخد لك حصة أكبر من قلبك الله يديمها. عياش الطفولة إلى هدف كتير كبير ببلش بال 2019 إذا الله رات، بده يمتد على أكبر عدد، يعني توسع بالمغرب إن شاء الله. بيبقى عندي التواجد، أنا شخصياً بيبقى أني أتواجد أكثر بالمغرب لحتى نفذ المشاريع اللي أوريدي محضرة ومحضرين ليها، وإن شاء الله منلاقي الوقت الكافي. ألبوم ينزل بعد 25 يوم إذا الله راد، وأهم ما عملته هالفترة أغنية لجلالة الملك والمغرب بشكل عام والمغاربة والشعب المغربي، بتنزل اليوم بالليل على اليوتيوب إن شاء الله بتشوفها، أغنية وطنية إن شاء الله. تعملت فيها مع الشاعرة الدكتور سناء بندادة، مظبوط اللفظ حتى ما تقدر تقولي لي الضم هون والفتحة هون. الشاعرة بندادة سناء هي أخت وصديقة غالية، كتبت كلام رائع جدا، تم تلحينه، وسعت بتلحينه كثير، ووزعناه مع فرقة كبيرة لبنانية بتسمعيها اليوم إن شاء الله على اليوتيوب. شكرا لك. قبل ما تخرجوا ما تنسوش ابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم وما تبخلوش علينا بتعليقاتكم وملاحظاتكم.